السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا أشرح لكم بطولة الذكرى السنوية، بطولة Art of War. طبعا هالبطولة بتصير كل سنة، هي بطولة الذكرى السنوية. طبعا اليوم هنوريكم معركة ضد لاعب مشهور ويوتيوبر قوي، لاعب روسي مشهور هو هذا اليوتيوبر. طبعا هنوريكم المعركة ضده ونشرح لكم عن بطولة الذكرى السنوية، بطولة Art of War السنوية اللي بتصير كل سنة، وهاي البطولة السادسة. يعني هاي البطولة بتصير كل سنة وهاي البطولة اللي صارت الآن للمرة السادسة. طبعا هاي البطولة بتشتمل على انه في صناديق الموارد بتكون تظهر في الخريطة طول الوقت، يعني بتكون متناثرة طول الوقت. يعني الحين قدمنا المعركة قليلا، كما شايفين فيها عداد. طبعا كل ما الخصم اخذ اكثر، كل ما صندوق اقترب منك اكثر، وكل ما انت اخذت موارد اكثر من الخريطة، زي ما تحكون الصندوق بيقترب من الخصم اكثر. طبعا عندكم الان عداد فوق زي ما انتم شايفين. طبعا هذا العداد كل ما يوصل 10 بيظهر الصندوق الاصفر. طبعا حل موقع البقعة الصفراء حيظهر صندوق. طبعا موارد متناثرة في أنحاء الخريطة، مما يجعل اللاعب بالطائرات إجباري مشان تكتشف مواقع الموارد. طبعا الحين زي ما شايفين كل مكان في الخريطة في موارد. طبعا بنستكشف معركة جوية. طبعا القسم بيستعمل مضاد جوي، أنا بستعمل كثير من التايفون، أو حاليا معيش تايفون دمرني القسم. طبعا زي ما انتم شايفين هاي البقعة الصفراء مكانها بتظهر الموارد. مقدم المعركة. طبعا هاي في الموارد زي ما شايفين تكون موارد عفق، يعني وين ما تلف وجهك في الخريطة هتلاقي موارد، وكل ما تجمع 10 صناديق موارد بيظهر صندوق السري، صندوق الكبير. طبعا صندوق ممكن يعطيك جوائز يعني كبيرة، او ممكن يعطيك موارد. طبعا المهم حاليا ما فيش فيه جوائز، يعني اتوقع بس بلش بطولة بكرة يعني ناخذ جوائز. طبعا زي ما شايفين مكان البقعة الصفراء هي مكان ظهور الصندوق. طبعا انا كوني مش معطي للخصم مجال ياخذ موارد، وانا باخذ الموارد. زي ما تشوفون كل ما اخذ موارد اكثر الصندوق بيقترب من الخصم اكثر، والحين الصندوق صار عند باب قاعدة القصم. هذا يعني انه الخصم مش عارف ياخذ موارد بالمرة، اقترب اكثر اقترب اكثر، او معجوق الخصم يعني ملتهي مش عارف يعمل بالموارد. طبعا كل حال نعمل هجمة سريعة. طبعا زي ما شايفين صندوق الموارد صار عند باب قاعدة الخصم، يعني بس يكتمل عدد العشرة راح يظهر هان صندوق السري تبع الموارد، بتاخده الصندوق الكبير. طبعا الحين هاي هو الشرح المسابقة. هاي اتمنى للكل يلعب، واتمنى لكم حظ جيد في الفوز في المباريات للقاء. حتى نراكم في الفيديو المقبل. طبعا ملاحظة مهمة انه هاي اللعبة بدأت بتاريخ 28 ابريل قبل 6 سنوات، وراح تبلغ 6 سنين عمرها. طبعا ما ننسى نذكركم انه راح يكون في كود براي ب 28 ابريل، زائد اعلان عن مفاجآت جديدة، مفاجآت مذهلة. ما تنسون تتابعون الاخبار على صفحة الفيسبوك الخاصة باللعبة، وعلى صفحتنا الخاصة باللعبة هتلاقون الرابط في الوصف، او على السيرفر الرسمي ديكستور الخاص بينا برضو هنحطه في الرابط.